مشهد ما كنتش اتمنى اشوفه. يكون معانا كمان دكتور احمد الانصار دلوقتي محافظ الفيوم في احد مراكز محافظه الفيوم المحترمه مركز سنورس. عدد هائل من اهالينا في ظل كورونا، في ظل المشاكل اللي حاصله، في ظل الموجه الرابعه اللي شغاله، في ظل الاعداد اللي شغاله، المشهد اللي هشوفوه ده لا اتمنى ان اراه مره اخرى في اي مكان. المشهد ده مشهد يعني يخليك تزعل. ليه؟ هو الناس هنا اللي رايحين بيعملوا ايه؟ او واقفين ليه؟ او عايزين ايه؟ او التجمع ده فين بالظبط؟ طب طالبين ايه؟ هنسمع دلوقتي من سيادة المحافظ ايه الحكايه من اولها لاخرها، ولكن هل ده مشهد طبيعي؟ الاجابه عندي لا ابدا، ولا يليق ابدا يكون المشهد ده لا كورونا ولا غير كورونا، دي اسمها الناس بتتعذب. سيادة المحافظ مساء الخير يا فندم. سيادة المحافظ مساء الخير يا استاذ احمد. اولا اطمئن على النهارده واطمئن على المشهد ده، حضرتك تشرح لنا فين وهذا التجمع ليه واسبابه ايه يا فندم؟ من اكثر من اسبوع وزاره التضامن الاجتماعي بدات تصرف بطاقات ائتمانيه فيزا اسمها كارت ميزه بديلا عن يعني تبديل للبطاقات الحاليه لبعض المنتفعين حاليا في المحافظه عددهم يتجاوز 160,000. الموضوع يعني في تسهيلات كبيره جدا على مدار 6 شهور، الناس هتلاقي البطاقات موجوده واكدنا عليهم كده كذا مره، ولكن للاسف في تدافع غير طبيعي وفي قله وعي وعدم ادراك ان الموقف لا يحتمل ده، لدرجه ان في بعض حالات التعدي على موظفي مديريه التضامن في بعض المكاتب اللي بتقدم الخدمات للمواطنين. بنحاول دلوقتي ان احنا نفكك هذه التجمعات عن طريق ان احنا نستعين ببعض مقرات مديريه الشباب والرياضه لاستيعاب الاعداد الكبيره. كويس. برضو يعني شغلنا معانا عدد من المتطوعين، قدرنا نسيطر في بعض المراكز اللي كان فيها ازدحام. النهارده في النورس للاسف يعني يشهد هذا المشهد السلبي. اتوقع ان يعني بكره وبعده ان شاء الله مش هيبقى فيه المشهد ده، لان احنا زودنا اعداد المتطوعين وابتدينا يعني نوزع الكروت دي على يعني اماكن اكتر علشان الناس ما تبقاش فيها التزاحم. هل سياده المحافظ قله موظفين، قله مراكز، او عدم ابلاغ الناس انهم هل محدد لهم يوم واحد ولا يجي لا في اي وقت؟ امال يجي في اي وقت لمده 6 شهور. ست شهور الناس فعلا متعجله ازيد من اللازم، يعني الكارت اللي معاه ما زال شغال. يعني الكارت اللي هيجيبه الجديد ده لسه هيفعله، واما يفعله الكارت اللي معاه هيتلغي. ولكن الاستعجال الغير مبرر والازدحام الغير مبرر مع كل الوعي زي ما كمان في حالات تعدي بالضرب على عدد من الموظفين، ده شيء يعني مرفوض تماما. لا ما هو المشهد اللي قدامنا ده يقول انه يحصل يعني بعد الشر كده كوارث. طبعا التجارب سلبيه جدا وكان يعني غير مرغوب فيها، ولا حد بينظم ولا حد بيوقف حد وكله سلاح مداح. الاعداد اكبر من قدره الاعداد الموظفين، ان يعني الموضوع بيجي زي موجات من الناس كانهم يعني رايحين يعني حاجه تتصرف في دقيقه بس، وده مش حقيقي. الواقع انه هي مفتوحه لمده 6 اشهر. زودنا عدد مراكز التوزيع ونزلنا معانا متطوعين، بس احنا الفتره اللي جايه هنكثف عدد المتطوعين ويبقى الموضوع منظم اكتر. وتزودوا عدد المراكز سياده المحافظ. هنزودها كتير جدا. ايوه ده حقيقه، هنزودها كتير جدا. هو دلوقتي كام مركز بصراحه؟ معلش كام دلوقتي بصراحه؟ يعني ده تقريبا في كل قريه، في كل قريه ام يعني اكثر من 60 مركز تقريبا. نعم. بس احنا هنخلي بقى المراكز، مش المراكز بس اللي بتوزع، هنستعين بمديريات الشباب والرياضه. نعم. وبعض مقرات الوحدات المحليه لهذا التوزيع مع زياده عدد المتطوعين. ولكن برضو الموضوع لازم يعني من خلال برنامج حضرتك اللي له مشاهده واسعه، انا بطلب من اهالينا في الفيوم يعني الموضوع ما فيش استعجال عليه، لان الكارت اللي معاك هو شغال فعلا. كويس. رسالتي لكل مواطن. كويس. معاك لسه مده ست شهور. كويس. طولنا مده العمل، يعني بدل ما كانوا بيخلصوا الساعه 2 يعني موجودين، وهنخدم كل اهالينا اللي موجودين. فبرضه لو تم تنظيمنا هنقدر نخلص برضه. كويس. يعني في اليات كتير، بس احنا نساعد بعض، يعني احنا كمواطنين نساعد نفسنا علشان ما يبقاش فيه الازدحام ده. ولسه المده مفتوحه يعني. كويس قوي. حضرتك بتقول لهم لو سمحتوا الكارت اللي معاكم شغال،
وبالتالي ما تروحوش بهذه الاعداد، يعني على الاقل لسه قدامكم وقت طويل. يعني اللي يلاقي يعني خمس او 10 مواطنين سابقينه خلاص يعني يروح يوم تاني، يروح فتره مسائيه، يروح فتره متاخره شويه، ينتظر يوم او اثنين. كل ده متاح لان ما زال معانا مده اطول، وما زال الكارت اللي معاه فاعل وشغال. مفيش اليه يا سياده المحافظ اسهل شويه للناس؟ بمعنى وحضرتك يا راجل يعني، وانا بحيي حضرتك طبعا، النهارده بنودي تقريبا التطعيم، قربنا نوصله للناس في البيوت، يعني في كل حته النهارده بنطعم الناس في محطات المترو، الناس الحناطير، الناس بتوع منافس متحركه بتدي التطعيم. مفيش حل يعني اسهل شويه؟ اللي حضرتك بتقوله ده احنا بنفكر فيه حاليا، يعني امبارح والنهارده بندرسه من خلال الرائدات الريفيات والقيادات الطبيعيه، انك يتم تحريك الكروت الى البيوت على طول. ايوه يعني ما ننتظرش، بس ويس. الموضوع هيحتاج اعداد كبيره جدا، احنا بنتكلم في 160,000 كارت. فبرضه يعني بندرسها ونزود عدد المتطوعين، وغالبا من الاسبوع الجاي نبتدي نشتغل على كده، بس الموضوع ما هوش مش زي التطعيم، التطعيم يمكن اسهل شويه في الموضوع ده. نعم التطعيم دلوقتي بقى سهل، الاول كنا بنقول التطعيم، دلوقتي بنقول بندي تجربه التطعيم سهل دلوقتي. الحمد تاني لله يعني. هذا المشهد الحمد لله مش عايزينه يتكرر، وحضرتك اكيد مش راضي عنه. لا غير مقبول بالنسبه لي، وزي ما قلت لحضرتك ان ده سوء يعني تصرف من بعض اهالينا اللي تخيلوا ان الكارت اللي معاهم هينتهي بصدور الكارت ده. الكارت ده مش يعني الكارت اللي معاه حاليا لن يقف تشغيله الا بعد ما يستلم الكارت الجديد بتاعه ويقوم بتفعيله، فما زال معاه كل اسره معاها مده اكتر من 6 شهور. مفيش داعي للتزاحم ده خالص خالص، ولا الكارت شغال الى ان تستلم الكارت الجديد وتفعله، تشغل الجديد والقديم ده خلاص ما بقاش موجود بالظبط. لكن ده شغال لمده اي لحد 6 شهور، لحد 6 شهور بالظبط كده. بشكرك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، بشكرك شكرا جزيلا.